تأثير العام والذخائر التي ما تزال متبقية منذ عام 1987 في موقعين مختلفين يقعان على بعد 35 كيلومتر بجنوب وادي الدم تسببت مؤخرا في مقتل وجروح عدد من سكان ولاية نيدي غرب. فحاكم الولاية كالي علي أني وبمجرد سماعه خبر الانفجار فقد توجه فورا برفقة مساعديه من إداريين وعسكريين إلى أين المكان للوقوف على هذه الحقائق. حقائق تأكدت بوجود أكثر من 270 قطعة هذا ونسبة لهذه الحقائق الميدانية. فقد ناشد الوالي سكان الولاية إلى توخي الحيطط والهذر، كما ناشد المعنيين بنزل العام بمد يد المساعدة لنزعها فورا. principal الشارع البسكاي ودانجي الديمناش وكان دخرمو وهم نزات كخدمة كتير سوا، لكن فهسا حاليا في شارع ده مش الكعادين ده ما يبقى يعني دورو من حكومة وجو تنا ناس أنا حسي ونقدر يعني إن شاء الله نتوعي نشوف. عقب ذلك توجه الوالي إلى المستشفى الولائي لمدينة فادة لتفقد أحوال الجرحى الذين أصيبوا جراء ذلك الانفجار بهدف الاطمئنان على صحتهم.